طبعا شفنا مباراة ليفربول واستهام يونايتد واللي انتهت بفوز ليفربول 3-1، لكن في نقاط مهمة جدا جدا عايزين نقولها. اول حاجة، الفوز مش لازم يخدعنا. ده ليفربول المباراة ما كانتش، انا وجهة نظري مش المستوى اللي نقدر نقول عليه مستوى قوي ليفربول، بل بالعكس واستهام يونايتد جات له اكتر من فرصة في الشوط الاول، وفي علامة استفهام على اداء دفاعات ليفربول بقيادة طبعا فان دايك وجوميز، اللي انا يعني انا وجهة نظري ما بعترفش بيه انه يليق باسم وكيان ليفربول، وماتب وطبعا روبنسون. لكن في مشكله كبيره جدا بتواجه ليفربول والكرات العاليه. عيب لما يكون عندك فان دايك اللي بالطول الكبير دوت والاطوال العاليه جدا والاسم الكبير، ويبقى الكرات العاليه كلها للاعيبه واستهام يونايتد. ويمكن شفنا فرصتين في الاول منهم انقاذ، انا وجهه نظري صعب جدا جدا لطبعا النجم اللي عمل مباراه رائعه، وانا وجهه نظري ان الصده دي مش سهله، انه ينزل تحت كده ويرد فعله وان يشيل طبعا الهدف لبوين. يعني لعيب كبير، لعيب كبير يا جماعه، ازاي اتلعبت واليسون ينزل تحت ويشيلها؟ لا لا لا، كان تصدي رائع جدا من اليسون. لكن المباراه طبعا كان ممكن يخلصها وست هام يونايتد، كانت ممكن تخلص بدري. فرصتين جولين لطبعا اللي اسمه اللي قلنا الانطونيو في انفراد كره جايه له هو، يعني هو الشبكه لو ركز جول، ده غير بوين الكره اللي شالها اليسون. يعني ممكن كان النتيجه تطلع الشوط الاولاني خسران ليفربول، لكن مش عايزين النتيجه تخدعنا. طبعا اتفاجئنا طبعا والنجم الكبير محمد صلاح اللي بيعمل تاريخ جديد لمحمد صلاح، اللي اكتر لعيب يمكن في الدوري الانجليزي في اول ست اسابيع اذا ما احرصي يصنع. وشفنا الشغل الكبير جدا محمد صلاح والدور الكبير اللي بقى عليه اللي هو صناعة الاهداف، انك انت تستغل نجم كبير بيبقى عليه رقابة ازاي يتحرك وينزل لتحت وازاي يفضي وازاي يصنع. محمد صلاح عمل شغل عالي جدا، ويمكن بخطأ ساذج جدا من نجم اللي عمل مباراة كبيرة جدا نايف اكرد النهاردة، اللي عمل جيم عالي، انا بقول جيم عالي جدا جدا جدا، ووقف كتير لمحمد صلاح، وشفنا الحوار ما بينهم ما بين الشوطين واحتضنوا بعض، وكان يعني شيء جميل جدا. مصر والمغرب دايما واحد، وشفنا يمكن خطا وهفوه من نايف اكرد طبعا خطا ساذج اتحسب ضرب الجزاء اللي بيشوطها محمد صلاح، وبيحرز النهارده ابو صلاح الهدف الاول. لكن وست هام يونايتد بيعود بهدف لبوين رائع، هدف يعني جامد جدا يا جماعه. شوفوا تحركه ان هو اللي استلم الاول ونزل بصاها، والتحرك اتلعبت له برده، بقول في مشكله كبيره في دفاعات ليفربول واتلعبت، وازاي نزل تحت وبركنها في القائم، يعني تجي في القائم وبتدخل هدف ولا اروع، والنتيجه 1-1. لكن خبرات لعيبه ليفربول، لعيبه ليفربول طبعا، وشفنا تحركات واكثر من فرصه ضاعت لنونيز النهارده. لكن لازم نتكلم على ان لعيبه وست هام لعبت مرتدات كتير جدا على دفاعات ليفربول. دفاعات ليفربول مش هي يا جماعه، مش هو ده ليفربول. ليفربول عنده افضل من كده. اي نعم ليفربول الحين في المركز الثاني، لكن لازلت اقول ان ليفربول محتاج قوه في الدفاعات، لعيبه ترجع. ارنولد بيضيف اضافه قويه جدا، يمكن محمد صلاح اداؤه في عدم وجود ارنولد بيبقى مشكله كبيره. ارنولد لعيب كبير وصانع لعب خطير وجهه ورئه قويه جدا في هجوم ليفربول مع محمد صلاح. النهارده شفنا بوين يا جماعه، ده لعيب كبير جدا في تحركاته، كان لعيب مؤثر يعني مشاغب جدا ولعيب كبير جدا هو وانطونيو النهارده في هجوم وست هام. نايف اكرد انا شفته عمل جيم عالي جدا، شفنا تحركاته وفرص سهله جدا النهارده من نونيز. لكن انا بقول يمكن الاستحواذ لو بصينا الفرص الخطيره اكتر كانت لوست هام يونايتد، لكن الاستحواذ طبعا مع ليفربول. وبيعود طبعا النهارده شفنا لازم نتكلم على بوين يا جماعه، اللي عمل جول عالي جدا يا جماعه. وشفنا طبعا هدف نونيز اللي بدات الماكينه تشتغل. نونيز لعيب كبير ولعيب سريع ولعيب مؤثر جدا وبيظبط. وشفنا كمان لازم نتكلم على ان لازم جوتا النهارده في الهدف الثالث شغل عالي. ليفربول بيفوز 3-1 النهارده لبوين هدف وست هام ومحمد صلاح ونونيز، وطبعا قلنا جوتا الهدف الثالث. مباراه انا شايفها متوسطة المستوى، مش هو ده المستوى، لكن الأهم بالنسبة ليفربول هو الثلاث نقاط الغالية جدا، المركز الثاني، مكسب ورا مكسب، ده اسمه ليفربول قوة. ولسه أنا دايما بقول ليفربول دفاعاته مشكلة، بين قوسين ليفربول يا جماعة. ما يمكن ماتب مش هو، فان دايك يمكن لعب النهاردة طبعا، لعب الطريقة اللي احنا معتادينها 4-3-3 طبعا، أليسون بيكر لعب، جوميز لعب،
ماتب فان دايك وطبعا روبرتسون في الشمال، والثلاثه نص الملعب طبعا اللي انا بقول عليهم عامل كبير جدا، سوبوسلاي اللعيب الكبير جدا يا جماعه، لعيب كبير جدا، وماكاليستر اللي عمل برضه شايف الجيم عالي، وطبعا وجوتا اللي عملوا جيم عالي جدا، وطبعا لو بصينا لقدام طبعا الثلاثي الخطير محمد صلاح نونيز ودياز. دياز ده لعيب كبير قوي 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 يا جماعه، لعيب كبير قوي قوي قوي. وسوبوسلاي ده احد اهم مكاسب ليفربول في الفتره اللي جايه، ليفربول جاي وراجع بشده، لكن دفاعات بين قوسين، وعوده ارنولد لما يرجع لا دفاعات ليفربول علامه استفهام. تخيل عندك الاسامي دي كلها والكرات العاليه كمان، يعني عندك اطوال ما شاء الله حدث ولا حرج، لكن مفيش ليفربول بيفوز ب 3-1 بنتيجه وبتضمن له طبعا في المركز الثاني الدوري الانجليزي. بس يمكن مش عارف هتتفقوا معايا ولا لا، ان السنه دي الدوري الانجليزي الفرق اللي فوق بقت ضامنه المكسب، يعني احنا كنا متعودين نشوف مفاجآت كتير. هل هتتغير الاسابيع الجايه؟ هل هنشوف مفاجآت ولا خلاص النتائج الفرق الكبيره محسومه نتائجها مع الفرق اقل؟ المهم الدوري الانجليزي ممتع. المهم اذا عجبك الفيديو لايك شير كومنت، والضغط على زر الجرس